ونحن على أبواب الذكرى ال 13 للثورة، انتقادات كبيرة للمعارضة من ناحية مش الموقف، من ناحية أنه بطء تحركات، انتقادات كثيرة وكبيرة لحركة النهضة العمود الفقري للمعارضة. يقول لك إن سعيد الآن رغم هذا الفشل غير المسبوق، هذه الأرقام الكارثية في المالية وأرقام التضخم، تعرف معهد الوطني للإحصاء، معهد حكومي أعلن في 5 جانفي تقريبا 10.1. سعيد ينفذ من مش من شباك، مش من بوابة، من طريق سيارة المعارضة تتفرج تشاهد. تعليقكم سيد أحمد. سعيد ينفذ من طريق الدبابة الحقيقة، هذا من حيث ينفذ قيس سعيد، لأن في النهاية الأزمة ليست في المعارضة، المعارضة قاعدة تقوم دورها وهي تقوم بالمعارضة، هي معارضة سياسية مدنية ليس لها إلا أن تعبر عن رأيها بالطرق السلمية وفي إطار القانون المعتمد، في إطار القانون الذي يخرقه قيس سعيد ومكلفيه كل يوم. شو مطلوب من المعارضة أن تقوم به؟ مطلوب منها أن تتوحد؟ طيب هي متوحدة، كل المعارضة مجتمعة في معارضة قيس. الحقوق يقول تمارس يا سيد أحمد، الشعب على الشعب أن يمارس حريته. طيب هذا الشعب، المعارضة تبدي رأيها للشعب والشعب هو الذي سيقرر متى، ولكن الشعب حزين اليوم، التوانسة شو مطلوب منهم؟ مطلوب الناس الكل الآن أصبحت تتحدث وقتاش يخرج الشعب التونسي وثور. طيب احنا كلنا نرجو هذا، ولكن الشعوب لما تخرج وثور تخرج في حالة اليأس. طيب عندنا فرصة يوم 14 باش التوانسة يخرجوا ويعبروا، هذه فرصتهم الحقيقة ومن الفرص الأخيرة باش التوانسة يخرجوا ويعبروا على رأيهم ورفضهم لهذا المنقلب، ويعبروا على رأيهم ورفضهم لهذا المنقلب، لأنه إذا كان ما عملوش هذاك فإنهم سيجوعون، فإن أبنائهم باش يموتوا بالجوع، ما عادش باش يلقاو لا مدارس يمشيوا يقراوا فيها، ما عادش باش يلقاو خبز يحطوه فوق الطاولة نتاعهم، ما هوش ما احناش باش نحكيو لا على السكر وعلى الحليب، لأنه خلاص انتهى معناها. إيه الخروج هذا يوم 14 جانفي حتى نفهم على الأقل انتقالي في حركة النهضة؟ تو نشوفوا بعد قليل مقطع دعا فيه البحيري، وحقيقة حتى عبد الكريم هارون وقيادات النهضة، يعني نشوفوا أنه مصممين على أن تكون المسيرة هذه كما عبر أحمد نجيب الشابي، إما أن نكون أو لا نكون في المسيرة هذه. هل ستكون مسيرة متاع تنفيس على المشاعر والكبت هذا، أم تصميم هذه المرة على إحداث التغيير وفرض عودة الديمقراطية؟ هذه المسيرة هي رسالة للذين يدعمون قيس سعيد والذين جعلوا من كرسيه كرسيا يقوم على أساس الدبابة وعلى أساس الرصاص، لأن قيس سعيد هو رئيس منتخب، وهذا الرئيس كان الشارع عندما يخرج يعبر عن شرعيته، الشارع اليوم لما يخرج يقول نحن يجب أن تكون الشرعية في شارع حبيب رقيبة، في شارع الثورة، مش حيث تقف الدبابة كي تغلق البرلمان، لأنه إذا فاتت الفرصة هذه ولم تتلقى مؤسسات الدولة هذه الرسالة فالسقف سيقع على الجميع. فالحسم سيكون من أن الشارع وجميع أطراف المعارضة تخرج مع بعضها وتعبر عن رأيها، هذه صرخة الفرصة الأخيرة للجميع، لكن في النهاية الذين لهم عقول إذا رفضوا أن ينصتوا للشعب فالشعب سيكون له كلمته بطرق أخرى.